السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حابة النهاردة الفيديو يكون مختلف شوية. في ناس كتير قوي، بنات كتير على الانستجرام أو على الفيسبوك قالوا لي أنت إيه أدوات التجميل اللي أنت بتستعمليها؟ أو استنوا كده على النقاب، إيه الحاجات اللي أنت أكتر حاجة متعودة إن أنت تحطيها؟ الأول إيه رأيكم في الكورنر ده؟ مش عايزه اصدمكم واقول لكم هو ده ايه، بس انا هقول لكم بعدين هو اصلا ده ايه، بس يعني شكله عجبكم ولا لا. لو شكله عجبكم ابعتوا لي قولوا ان هو حلو، كومنتس اي حاجه، يعني الواحد يحس انه بيغير. يعني اكتر حاجه انا بستخدمها في الميك اب، وقلتها قبل كده، كنت حتى منزله بيها بوست قبل كده، قلت انا ما ادفعش فلوسي غير في الاكل ومصحح الحواجب. ليه؟ لان بفضل الله انا مش بنمص حواجبي، يعني مش بعمل حواجبي لان هي فيها حرمانيه، لكن ممكن الجأ لطرق تانية. هعمل لكم فيديو انا ممكن اعمل ايه في حواجبي، لكن هوريكم مصحح الحواجب اللي انا بستخدمه. هو مصحح الحواجب بتاعي اسمه، باين عندكم كده، باين ام ان، ليه درجتين اهي. انا بستخدم الدرجتين دول بس، يعني انا مش بحب الاسود لان حواجبي اصلا لونها مش اسود. انا مش عارفه ده هو المفروض ان هو كلر جنبيها نمبر بي. ما ينفعش ان انت تكون حواجبك مش سودة وبعدين تروحي مسوداهم طيناها، يعني انا شكلها بيبقى بشع، يعني تبقي عبد الجبار. فاختاري دايما اللون اللي يتناسب مع لون الشعر الاصلي ولون بشرتك، تمام؟ مش عايزه اتحفكم، انا عايزه اقول لكم ان انا بستخدم حاجات اثريه، اثريه بمعنى الكلمه، والله اثريه، يعني هتشوفوا، يعني هتتصدموا معايا. خلصنا من مصحح الحواجب، نيجي لنوع الكحل. تمام، انا بستخدم نوعين في كحل. عايزه اقول لكم كلكم برضه، ملناش دعوه بالناس اللي عماله تتكلم بره دي. اما ان ده باين كده، باين ولا لا؟ اما ان لكن اللي هو بتبري كده مش باين. انا ليه مش عارفه ابينه؟ يعني استنوا كده احاول ابينه. انا ليه مش عارفه ابينه؟ يعني انا صغيره عشان ما بينوش. ده اسمه، تمام. بيتبري، وطبعا هو منحوت يعني مش مبري. ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته ان هو ما بيسحش، عيوبه ان هو لو مش عندك برايه خلاص انت كده مش هتعرفي تحطي حاجه، وعينيكي هتلتهب بقى لو قعدتي تكحتي في عينيكي، وهيبقى شكلها وحش جدا، تمام. نوع تاني اسمه ايه ده؟ اسمه بريتي وومن، تمام. ده حلو جدا اهو، هو ده اخره، يعني هو خلصان، يعني انا مش عارفه خلص، تمام. ايه مميزاته وايه عيوبه؟ اللي هو القلم اللي بيتلف لفوق. مميزاته ان هو مش محتاج برايه، وسواده تقيل واللمعان وطري على العين، بس بيجيب صداع لان انا بحس ان في تقل على عيني، على الجفن من جوه، بيوجع لي عيني، فبيجيب صداع كتير جدا. بلس بقى ان هو لو عملتي كده بس غصب عنك تلاقيه هبب، فده احسن حاجة تحطيه على عينك كده من غير ما تكوني حاطة كونسيلر او تكوني حاطة حاجة. ممكن تحطي باودر قبل ما تحطي القلم ده علشان يثبت. تالت نوع، استنى بس احطه عشان انا بحب الحاجة لما احطها، هو وقع الغطا، وقع مش مهم، بحب لما اشيل حاجة احطها مكانها. في ده برضو، ده اي لاينر، قولوا كده معايا اي لاينر، انا مش عارفة اقولها. ده ام ان برضو، بصراحة يعني انا حبيه، يعني انا حابة شكله. ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته ان هو بتعرفي تتحكمي في رسمة العين،
سهل معاكي، مش محتاج برية، ما بيسحش، لكن العيب الوحيد ان هو لو سبتيه من غير غطا ينشف، ولو ما بتعرفيش ترسمي عينيكي هيبقى نيلة، فده العيب الوحيد اللي فيه يعني. ده بالنسبة للكحل، تمام. طيب هتحفكوا بقى بالروج ولا استنى شوية؟ هتحفكوا بالروج. بستخدم روجات من بتاعة تيتا، مش بتاعة حتى ماما، بتاعة تيتا. هوريها لكم واوريكم الالوان اللي انا بستخدمها. هقول لكم انا اشمعنى بستخدم الالوان دي. انا اصلا ما كنتش بستخدم روج، كنت بستخدم تنت. وانا قايله لكم في فيديو قبل كده ازاي نعمل التنت، وانا استخدمت التنت ليه؟ لان انا عشان النقاب، الروج بتمسح في النقاب ومش بحب اوسخه، ومش بحب حاجه تلامس نفسي، فالتنت انسب حاجه واحسن حاجه، وعملته بطريقه صحيه اكتر من الروج، وده يعني كان عاجبني جدا. هوريكم الالوان. بصوا انا بحب جدا البينكات، يعني البينك اكتر حاجه بقى. هو انا بعيده ليه؟ يعني انا عايزه اعرف انا بعيده ليه. اكتر حاجه بحبها البينكات، ما الالوان الكتيره ممكن استخدمها لكن مش بفضلها. الاول معهم هوريكم شكلهم. اول حاجه معايا ده اللي هو سوبر بي بي، انا مش عارفه انتوا عارفينه ولا لا، بس اكيد معروف يعني، ودي الدرجه بتاعته، تمام. ده كويس ليه؟ ده كويس، ودي الدرجه بتاعته اصلا يعني. ده كويس، لونه حلو، تقدري تحددي بيه الشفاف عادي. لو طبعتيه على منديل وبعد كده حطيتي ايدك عليه ما بيتمسحش، وما بيسحش مثلا، ما بيطلعش حاجات كده حوالين الشفايف، وانا بحبه جدا. دي مميزاته. عيبه زي انا قلت لك، اي حاجه ليها بريه بتبقى متعبه بقى، لسه هبري بقى وبتاع، يعني الكسل. تاني لون او الانواع اللي انا هقول لكم عليها دول ثلاث انواع. كان ميسرة زوجي كان جايبهم لي في علبة مكياج في عيد ميلادي، اللي هي العلبة المكياج اللي بيبقى فيها روج اصلا واي شادو وحاجات من دي، بس انا عشان مش بستخدم اي شادو ولا الحاجات دي، طلعتهم بره لوحدهم عشان استخدمهم. ده اول لون معايا، استنوا كده باين. ده بيقولوا عليه نحاسي، يعني انا مش عارفة ايه نحاسي ده، بس هو ده بيقولوا عليه نحاسي. لونه حلو في البشرة، بس تحسه كده انه هو بيدي حرارة للوش، بيليق على اي في اي وقت، بيليق الصبح، بيليق الظهر، بيليق بالليل، بيليق في كل وقت، وانا بحبه يعني، لان هو مش تقيل قوي، مش اوفر، ومش خفيف بهتان، كويس. وممكن تحطي منه رجرجو للخدود وبيبقى شكله برضو حلو. دي مميزاته. عيوبه انا مش شايفه فيه عيوب خالص، يعني جميل كمان، يعني طريق انا حتى مش عارفه نوعه ايه، لان هو تبع علبه المكياج اللي هو جابها. تاني لون، استنوا، الاحمر ده مش بفضله قوي، مش عشان حاجه، بس صارخ قوي، ما ينفعش الصبح، ولو تخفف بيبقى كأنك واكله صلصه، فهو لازم يتحط بدرجته. اللون احمر احمر لازم يتحط بالدرجه بتاعته، ويبقى بالليل كمان، او في سهره، او في مناسبه، او لو انت قاعده من بالليل، لان يعني الصبح ده بيبقى اوفر قوي، يعني حاجه كده عاوزه بالليل. ايه تاني؟ اللون ده انا تقريبا بحطه على طول، يعني انا قلت لكم من اول ان بحط، بحب البينكات. اللون البينك ده اللي هو طبعا طالع عينه وتعبان وميتان خالص، اللون ده اكتر لون انا بحبه، بينفع في اي وقت بقى، زي اللون النحاسي ده، ولكن ده اكتر بقى، لان هو اكتر لون قريب من البشره، فبينفع مع كل وقت، الصبح بالليل ظهر الفجر، اي وقت تحطيه، وتحطيه رجوع، تحطيه مثلا في جفنك من هنا، اي وقت ينفع كويس جدا، ولونه حلو بيليق على كل البشرات، سواء بيضة، خمرية، سمراء، كل بشرة بيليق عليها، لان هو اقرب لون للشفايف. لون بقى حلو جدا،
بس ده عايز فول ميك اب. لو انت حطيتيه من غير شويه حبشتكنات في وشك تحسي ان انت بهتانه. اوريكم لونه، بيقولوا عليه، استنوا بس اشوف هو لونه ايه. انا تصدقوا مش عارفه لونه ايه، انتوا هتشوفوه هتقولوا لي لونه ايه. بصوا اللون ده، هما بيقولوا عليه الكشمير. الكشمير ده ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته انه هو لون جديد وموضه وللبشره. انا بتكلم على نفسي يعني، انا كل الحاجات اللي فاتت دي بتكلم على نفسي، مش بتكلم على كعام يعني. للبشره كويس، لكن بيبهت البشره شويه، بيغمقها شويه. علشان تحطي اللون ده لازم له تحديد، لازم تحدديه بلون اغمق منه سنه، وتحددي الشفايف عشان يبان ويظهر. لو حطيتيه لوحده اولا الشفايف مش هتبان، هيبهتها ويبهت وشك معايا. ده الروج، تمام. انا قلت لكم الحاجات اللي انا بستعملها، الحاجات اللي انا جايباها ومش بستعملها بس ممكن استعملها هقول لكم هي، عشان برضو اللي قال لي صوري الميك اب بتاعك. انا ما بقتش احط ماسكارا خالص يعني خالص. كام واحده؟ لا سيبنا من دول، ناخد دول كمان، لا نسيبنا من دول، هما اتنين. هجيب لكم هذه، اتكسرت مني اهو كده. بصوا النوع ده انا مش عارفه انتوا عارفينه ولا لا. دي هقول لكم اسمها ايه، هي مكتوب عليها ماك بس سعرها ما يجيش ماك يعني. انا مش جايباها بميات الجنيهات، دي كانت تقريبا بمية وحاجه تقريبا، مش فاكره والله كانت بكام. بصوا الفرشه بتاعتها، ايه الحلو في الفرشه دي وايه الوحش؟ الفرشه حلوه وبتكثف، لكنها خشنه جدا على الرموش وعلى جفن العين، وبتوجع وانت بتحطيها كده بتوجع يعني. مش حباها قوي، بلس ان هي حاسه الليكويد بتاع اللي جوه الماسكارا نفسها بتنشف بسرعه يعني. مش عارفه ما قعدتش معايا كتير، هي انا لسه جايباها ما استخدمتهاش غير مرتين بس، ما قعدتش معايا كتير، حتى لما وقعت العلبه بتاعتها نفسها اتكسرت يعني، تقريبا هو ده السبب اللي خلاها تنشف. تاني واحده مكتوب عليها 20 اور 24 اور تقريبا، ممسوحه لان انا استخدمتها دي بقالها كتير قوي 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 معايا يعني، معايا بقالها كتير جدا. ودي الانواع الفرش اللي انا بحبها في الفرشه بتاعت الماسكارا. ليه؟ بتكثف، ما بتوجعش الرموش، ما بتنشفش بسرعه، بس عشان تجيبي الاوريجينال منها غاليه جدا، فانا ما جبتش منها الاوريجينال ومش هجيب يعني. ده بالنسبه للمسكرة. ايه تاني؟ بدعبس كده لقيت قلم اسمه ايه بقى، هو مكتوب عليه ديفيس تقريبا، هو مكتوب عليه ديفيس. بصوا صح كده ولا انا ايه، باين ولا مش باين؟ لونه ابيض. ده بيتحط علشان توسعي عينيكي، ده بيتحط في الجفن هنا، الجفن من جوه. طيب لو حطيتيه من غير ما تحددي عينك بالاسود بتبقى كأنك فامباير بالظبط، دراكولا، واحده تعبانه، واحده عندها سل، مش حلو خالص لو ما حددتيش عينيكي. ايه فايدته؟ بيدي وسع شويه للعين، بيدي ضي للعين. ساعات بتحطيه هنا كده بيدي برضو بريق كده للعين وضي. حلو قوي بس انا مش بستعمله كتير. ايه عيبه وايه مميزاته؟ لسه قايله لكم عيب ومميزات، مش هعيد بقى. عندي اقلام التحديد اللي انا بحب احدد بيها واقول لكم ايه اللي ينفع مع البشرات يعني. استنى، ايه تاني؟ هسيبكم دي. اول قلم، قلم احمر تحديد، ده بستخدمه كروج عادي ما فيهاش مشكله، بس مشكلتي ان هو بيبقى زي ما قلت لكم، لو ما حطيتيش الشفايف كلها كأنك واكله حاجه ومدلدقه حوالين وشك بشكلها وحش جدا.
ده بحطه، ده بني بحطه لما بحط لون الروج الكشمير اللي انا كنت لسه موريها لكم. وساعات بينفع للحواجب، بس لو اتحط للحواجب اولا بيوقع شعر الحواجب، تاني حاجه بيبقى اوفر قوي يعني لون احمر اوفر قوي، فما بيبقاش مستحب. الاحسن ان انت تستخدمي اللون، لو انت هتستخدمي للحواجب يعني اللون ده البني اللي هو انا عايزه اشوف لكم الدرجه بتاعته. للاسف بصوا انا عشان الحاجات عندي بتبقى يعني مستخدمه بقالها فتره، فالارقام وكل حاجه بتتمسح يعني انا بستخدمها على طول. ده ممكن تستخدميه حواجب، ممكن تستخدميه تحديد، ممكن تستخدميه لجفن العين فوق او تحت، مش هتفرق خالص. حلو قوي ونوعه جميل ونوعه طري. مكتوب عليه ايه؟ ده مكتوب عليه نفس الماركه البيضه، مكتوب عليه دافيس تقريبا، انا مش عارفه دافيس ده ماركه معروفه ولا انا جايباه كده وخلاص، لكن ده مكتوب عليه. كل الاقلام دي تقريبا واحد كان ب 15 جنيه او 20 جنيه، اللي هي الاقلام التحديد كلها من 15 ل 20. ايه تاني؟ ايه تاني؟ طيب احنا خلصنا انا مش بحط اي باودر يعني خالص خالص، الا بقى لو في مناسبه بقى وحاجه ممكن احط حاجات خفيفه. انا مش بحط باودر خالص، مش بحط كريم اساس، مش بحط كونسيلر، مش بحب الحاجات دي بتاتا، بحس ان وشي كده بيقعد يعمل لي كده. بس ممكن احطها يعني، انا ممكن احطها، ممكن اشتري واحطها. الروج رجو انا قلت لكم مش بستخدمه، بصوا انا بستخدم ايه؟ ده التنت اللي انا عملته لو قرب يخلص ده، بصوا لونه يعني، بصوا لو انا عملت كده باين كده ولا ايه؟ لونه على فكره حلو كريمي، انا قلت لكم هو اصلا كريم التنت. انا عملته ازاي؟ ممكن تستخدميه على فكره برضو لكف ايدك مفيش مشكله. التنت ده انا جبت لون طعام مع كريم مع ميه ورد مع معلقه زيت جونسون، ورحت خلطتهم كلهم ببعض وطلع التنت ده. ريحته حلوه، بيثبت جدا، طري جدا على الوش، مش مضر زي البلاشر وزي التنت اللي مجهول المصدر. في نوع، استنوا عايزه اوريه لكم، انا كنت جايبه هنا بلاشر بس انا مش بحطه، مش عارفه راح فين، ما علينا مش مهم. خلصنا دلوقتي؟ لا لسه ما خلصناش. لا خلصنا دلوقتي الكحل والروج رجو والروج اللي انا بستخدمه مصحح الحواجب. بستخدم بقى ايه للعنايه بشعري؟ بص يا ستي، اولا انا ماليش روتين للعنايه بشعري حاليا، علشان بقى يعني البيبي لسه موجود ومش بعرف اعمل منه حاجات كتير، فبستسهل يعني. ممكن اعمل ليس عادي، بيبي ليس عادي يعني، بس كوني ان انا اقعد اعمل حمامات كريم وحاجات احطها على شعري مش بحب كده. فجايبه معايا، جايبه سيرم، هو المفروض ان هو مكتوب ايه كده، هو امريكي اصلا، ميدن امريكا. بصوا استنى، باين مش باين؟ طب اعمل ايه عشان يبين؟ اقرا لكم وخلاص. هو امريكي اصلا اهو. انا عايزه اقول لكم كلمه تحفه قليله عليه، حلو جدا. جايبه منه نوعين اهو، واحد جايباه بالزيتون، واحد جايباه بايه مش عارفة، واحد فور معرفش ايه للشعر الجاف، واحد للشعر المقصف يعني. النوعين دول حلوين. هو تقريبا كان عامل 160 170 مش فاكرة، حلو جدا. هو مستورد مش مصري، ممكن تشوفيه في اي صيدلية، انا مش عارفة هيكون موجود ولا لأ. بس اسمه ايه، ثانية اجيب اللي هو مش مكتوب، ايفري ستراند تقريبا، ايوه ايفري ستراند. ده السيروم حلو جدا للشعر يعني، سريع سريع. واحسن حاجه عجباني فيه ان هو مفيهوش مواد كيماويه كتير يعني، هو قال لي ان هو كله طبيعي، انا خدت الكلام منه وقلت اجربه وعجبني جدا يعني. بقالي تقريبا 4 شهور او 3 شهور بستخدمه، 4 شهور ومريحني جدا يعني. قبليه انا كنت بستخدم تري شوب،
اهو، بس ما اعرفش انا ما بحبش ملمس الزيوت اصلا. انا نوعيه الناس اللي اي حاجه بتبقى في ايديا تخليني اعمل كده بتضايق. في حاجه كمان نخلينا طيب خلاص خلصنا الميك اب، شفنا ايه الحاجات اللي انا ماشيه عليها وايه اللي جاب معايا نتيجه وايه اللي ما جابش معايا نتيجه. كان في كذا حد ناس جروبات كتيره جدا بيشكروا في كازانوفا لازاله الشعر، ده جميل ده تحفه ده مفيش زيه ده مش عارفه ايه. بصي انا هقول لك على حاجه، انا جبته اهو، المفروض ان هو الاوريجينال بتاعه زفت قطران. اولا ريحته بشعه بشعه بطريقه مقرفه، تاني حاجه يمكن انا ما استعملتوش صح لكنه نتيجته مش حلوه خالص، ملمسه مش حلو ريحته مش حلوه، فاحسن لك بلاش تستخدميه. يعني لو انت جربتيه وارتحتي معاه خلاص، لو لسه هتجربي يعني ما تجربيش في نفسك الحاجات دي، في طرق تقليديه اكتر، لكن الحاجات السبراي دي بتبقى شويه مضره. في حاجه انا بحبها قوي، لا بلاش ده دلوقتي، في ده اسمه ايه ده بريتي وومن برضو، ده عبارة عن اهو مفروض ان ده هايلايتر. يا لهوي يا لهوي، استنوا لحسن ده يعني هيبوظ اه كده كده اتفك. يعني ده المفروض هايلايتر اللي هو بيتحط ناحية الخد اهو. بصوا هو ده جميل ممتاز يعني ليكويد وحلو وجميل، بس بيدي لمعه فظيعه، فعشان كده يعني ما انصحكيش لو انت رايحه الصبح في حته، لو انت رايحه جامعه مثلا، لو عندك حاجه بالنهار ما تحطيهوش عشان هتبقي فرح، يعني هتبقي فرح ان العمده فظيع، يا دوبك تحطي حته هنا وحته هنا وحته هنا خلاص بيعمل لك يعني زحاليق في وشك فظيع. في عندي هنا بادي لوشن حلو قوي، انا ما كنتش مشترياه، ده هو كان جاي لي مع ازازه برفيوم من ماي واي كنت جايباها، الحقيقه انا بحب التندر قوي. ده جميل يعني بعد الشاور بتحطيه حلو قوي قوي، يعني انا مش عايزه اقول لكم جميل قد ايه. مش قادره اقوم بقى اجيب المزيل عرق، انا بستخدم نيفيا اللي هو بيتلف كده شبه الصابونه، ده حلو جدا انا بستخدمه بقالي فتره كبيره، مش بيعمل بقع في الهدوم، مش بيعمل مش بيغير لون الجلد، ريحته حلوه وثابت. ايه تاني بستخدم ايه تاني، انا عندي حاجات جوه بس يعني عارفين اللي هو انا مش قادره اطلع. دي الحاجات مبدئيا اللي انا ممكن استخدمها. في ده كله ممكن استخدم ايه، هو مصحح الحواجب والكحل والروج والتنت. مش بعرف احط، مش بحب احط اي شادو لان انا بحس ايه فكره ان انا احط ازرق هنا ايدي، يعني الازرق هنا يتحط ليه، يعني الفكره ان انا احط ازرق فوق عيني او اخضر او احمر، مفيش حد بيتولد فيه ازرق واحمر واخضر فوق عينيه. يعني ممكن تحطي الوردي الخفيف هنا كده يدي برده نضاره للوش، لكن تحطي الوان كتير ده حاجه كده ربنا يعافينا. وريتكم شويه من الميك اب بتاعي اللي هو انا بحطه من سنه واحد او سنة 20، ده الحاجات قديمة جدا، يعني مش من نوعية الناس اللي بقعد اجيب كل حاجة جديدة. هاتي الحاجة اللي تتناسب مع بشرتك، اللي تتناسب مع احتياجاتك، مش عشان اخترعوا هايلايتر وانت ما بتحبيش الهايلايتر لازم تشتريه. اه انا نسيت اوريك كونتور، ده نوع كونتور، استنوا اهو، ده هنا الغامق بتاعه، وده الفاتح بتاعه. انا ما استعملتوش خالص من ساعه ما جبته، لما جيت استعمله حسيت ان انا وشي مبقع، عندي بهاء مش حلو خالص. او بصي انا هقولك على حاجه، اجمل بشره هي البشره الطبيعيه. تخيلي كده يعني زمان او الفلاحين زمان تلاقي واحده بشرتها نضره كده وخدودها حمراء ووشها صافي، لكن في كونتور عشان تنحت الوش
ولا كان في واحده عايزه تعمل مش عارفه ايه في مناخيرها، ولا واحده تلمع هنا ولا واحده تلمع هنا. فكان الطبيعه حلوه، كل ما كان الميك اب طبيعي اكتر، وكل ما كان يميل للي ربنا خلقه. ربنا خلقنا خدودنا حمراء مثلا ورموشنا سودة وشفايفنا حمراء، فنحط الميك اب اللي يبرز الجمال مش اللي يوحشنا. يعني انا جربت احط ميك اب كتير، كنت غولة والله، شكلي كان بشع. يمكن سبحان الله يعني ناس بتبقى حلوه بيه، بس انت كل ما كنت شكلك بسيط وكويسه وحلوه اصلا ربنا خلقك جميله، ما تحاوليش توحشي نفسك بكتر الميك اب. لو جبت حاجه جديده هقول لكم عليها، بس نصيحتي ليكي ما تزوديش في الميك اب. لو داخله على جواز وهتتجوزي يعني وعايزه تشتري الميك اب، بلها ملهاش لازمه خالص علبه الميك اب قد كده، يعني تقعدي افتحي تحطي حاجات فوق بعض. انا قلت لكم ان انا زوجي جابها لي، ما استعملتهاش غير مره واحده بس، يعني حلاوه روحي اللي هو جبتها لي، طب ما انا استخدمها بقى بس. فما تحاولوش تكتروا في الميك اب، ما تغلوش، ميلوا دايما للحاجات الطبيعيه احسن. حتى لو هتشتروا حاجه غاليه اتاكدوا انها طبيعيه، يعني ما فيهاش مواد كيماويه كتير. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. هو مش تربوي ومش مشاكل اسريه، بس لو عندك مشكله تربويه او مشاكل اسريه ممكن تبعتيلي على الانستجرام، انا هحاول. لو انت بنت، لو انا متاكده ان انت بنت هحاول ارد عليكي، او على الفيسبوك هحاول ادخل على، لا بلاش الفيسبوك عشان انا مش بفتح الماسنجر. لو معاكوا رقم على الواتس بتواصل على الواتس طبيعي جدا، مفيش مشكله. انا كنت فرحانه النهارده انا بوريكم الكراكيب بتاعتي، ولو حد عايزني يقترح عليا فيديو معين انتوا عايزينه تعرفوه عني عن حياتي الشخصيه ابعتولي او اكتبولي في الكومنت، انا هستنيكم ان شاء الله. سلام عليكم.